Bonjour, chers élèves et apprenants. Cette fois-ci, on est de retour avec toujours la tragédie moderne de Jean Ennui, intitulée Antigone. Cette fois-ci, on va travailler sur la deuxième tentative, ça veut dire une autre scène. C'est la deuxième apparition de la nourrice. C'est une dehors tani, de la nourrice pour établir un dialogue avec Antigone. Bach, j'ai un حوار tani, ma. Antigone, خصوصا اللي شفتها متعبة ومرهقة. Donc, notre extrait, ce sera de la page 32 jusqu'à 36. Allez, bien, Adna, ma petite colombe, jusqu'à faire tuer ta chienne. Mais tu es folle ce matin. يعني غطلب منها غادي تقول لها ودي فوالا سيل فو بلي غادي بحال كنقولوا مثلا كوم سي في ان تيستامون كدير واحد الوصيه ديالها لان عارفه ال سي ديجا سون ديستان كوم اون ديجا في عارفه القدر ديالها عارفه النهايه ديالها كدير الوصيه ديالها انديريكتومون دونك اون فا كومونسي دونك لا بروميير دي شوز بيسك اون فا ترافايي سور سيت اسخي كي اي دو لا باج 32 جوسكا 36 كوم اون ا دي لا دوزيام اباريسيون دو لا نوريس دونك On peut vous demander, par exemple, si par hasard, en vous donnant cet extrait, on peut vous demander de situer le passage comme cela se fait toujours. Et le bon, on peut atterrir un nas. Yani, had nas hada qui fait ja. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire que ce passage vient juste après la première tentative d'Ismaël. Yani, كانت اسماعيل من قبل كتناقش مع اختها على اساس انها ما تدفنش خو ديالها دو خوف وكذا وكذا من كخيو دونك هاد لا دوزيام اباريسيون ديال لا نوريس يعني الظهور الثاني ديال لا نوريس جا جوست ابخي لا بروميير تونتاتيف ديسمين يعني المحاوله الاولى ديال اسماعيل بور كونفانكر سا سور انتيغون دو نو با انتيري بولينيس هنا كانت حاولت تقنع الاخت ديالها باش انها ما تدفنش الاخ ديالهم بولينيس دو بور داتيغي لي فودغ دو كريون خوفا من اثاره واحد لا رياكسيون دو فيولونس يعني واحد رد فعل يكون قوي وعنيف ديال كريون دونك هنا اسو مومون كيما قلنا لا لا نوغيس في سا سكوند اباريسيون هنا كنا درنا لا سيتياسيون دو باساج يعني اثرنا النص بالنظر لما قبله هنا فهاد لو ديالوغ يعني اللي غادي كيف اتخ ايطابلي اونتخ لا نوريس اونتيغون اون فا ترافايي سور دو فولي لو فولي الاول غادي نهضرو يعني على واجهتين الواجهه الاولى غادي نخدمو على لا تورمونت دونتيغون يعني اللخبطه والخوف وجميع الحوايج توفرات عندها في ديك اللحظه يعني انها ولات كتعيش واحد الحاله ديال الرعب ديال الخوف ديال التوتر ديال الاباء والكبرياء يعني متناقضات كتعيشهم في ديك اللحظه دونك الي كونسيونت كوم اون دي الي كونسيونت واعيه تماما دو شي كي لاطون بما ينتظرها اش كينتظرها كتنتظرها ان افخونتمون مواجهه مع خيو وفي نفس الوقت كينتظرها لا مور الموت دونك اشنو وقع ليها في هذه اللحظه ملي قلنا لا تورمونت اونتيغون بيغ تو تابيتي يعني ما بقاش عندها فقدات الشهيه مره فجابت ليها لونتيغون جابت ليها لا نوغيس شي حاجه ما تاكل قالت ليها اونتيغون جو ني با فان نوغيس لست جائعه اي شيرش ان ريكونفور مورال هي ما حساش بالجوع ولكن علاش كتقلب كتقلب على الدعم المعنوي على الدعم النفسي من طرف لا نوغيس اشنو قالت ليها قالت لها في موا تو دو ميم بيان شو كوم لوسك جيتي مالاد يعني هنا وكانها رجعت تلك الصبيه ملي كانت صغيره كيفاش كانت كتعامل معاها دونك هنا هاد العباره اللي استعملتها والعبارات اللي غادي نشوفهم من بعد كيبين لنا لا فيبليس ديال اونتيغون يعني هنا كتهضر وكانها طفله كما كانت طفله قالت لها في موا تو دو ميم بيان شو كوم لوسك جيتي مالاد نونو بلو فورت كو لا فيفر بلو فورت كو لو كوشمار بلو فورت كو لا مار كي ريكان بلو فورت كو لي ميل كو لي ميل انسكت plus forte que la nuit. Et là, Antigone et les enfants, ils se comportent comme les enfants. Quand on a fait les tifles, هو انسان ضعيف ما يقدرش يقوم مجموعه من الامور ديما كيعتمد على الاخرين دونك هنا باش قلنا il cherche d'être réconforté كتقلب على المواساه على الدعم النفسي وكذا وكذا ولا كنلاحظوا في نفس الوقت هنا هاد لا ريبيتيسيون ديال بلو فورت هي سي اون فيغور دانسيستونس يعني تلح على هاد الدعم النفسي هي سي اون انافور يعني انافور كما قلنا ديما كتردد في راس على راس لو ديبي دو لا فراز دونك كما قلنا هنا كيس كومبون دي دو راس ممكن نستخلصوا هنايا بلي اونتيغون il se comporte comme en tant qu'enfant يعني كان هنا كتصرف كطفل صغير محتاج للدعم محتاج اللي يعيش شكون اللي يحضنه محتاج شكون اللي يواسيه اكسيتيرا دونك ولكن ملي قالت بلو فورت فاش استعملت لانافور الاخرى بلو فورت كو لا مور هنا كنلاحظوا بان اونتيغون il se comporte
هنا انت قول لا ديت اللي كتهضر، يعني انها قالت لعضني اقوى من الموت، لان شنو قالت؟ وكانها عطات واحد الفكره بشكل استباقي، ولكن لونتيغور بالنسبه لانوريس نو فا با لا كومبروندر، بان هي عارفه لو ديستان ديالها، عارفه القدر ديالها، عارفه النهايه ديالها، لا فان ديالها سو سخا لا مور. دونك هنا كما قلت لكم هاد لانافور بلو فورت بلو فورت سي اون فورم دانسيستونس، واحد الشكل ديال الالحاح. أنتيغون شيرش لا فورس دو فيغ فاس على مور، يعني كتقلب على الدعم، كتقلب على القوة باش انها تواجه الموت. اي لافو سافي بليس، يعني كما قلت لكم سوز انتوندو بطريقة غير مباشرة، تعترف وتقر هنا بالضعف ديالها دو سا بور، من الخوف ديالها، مي مالغري سا، ولكن رغم ذلك إل غيست أورغييوز، يعني بالرغم من هذا الاعتراف بالضعف وكذا وكذا والخوف من الموت والمواجهة ديال أونتي أو ديالك خيو، ولكن رغم ذلك إل غيست إل دومور، تبقى دائما أبية، إنسانة لها كبرياؤها. جو سوي سولومون أونكوغ أن بو بتيت بور تو سولا، قالت لها أنايا مازال غير صغير على هذا الشيء، مي إن يا كو طوا كي دوا سافواغ، ولكن انت اللي غادي تعرفي. هنا فاش قالت لها هاد التسولا، شكون هو هاد التسولا عندنا حنايا؟ ساغيفيغ كوا، يعني علاش شكون هو علاش على ماذا يعود هاد التسولا هادي؟ هاد التسولا هي جات عندنا هنايا، سي اون انافور غراماتيكال كي غونفوا ا لونتيغمون دو بولينيس، يعني كتحيل على الدفن ديال الاخ ديالها بولينيس ا سا فيتور كونفرونتاسيون افيك خيون، يعني كتحيل من جهه على الدفن ديال الاخ ديال ابولينيس، وكتعني على الموت المنتظر او المواجهه المنتظره مع خيو ا لا مور. مي ايشابي ا لا مور اي اون شوز دون ديل دوت دون تيل دوت، يعني باش انها تنجو من الموت ايشابي ا لا مور سي اون شوز، هي مساله ما شكاش فيها، لان مساله حتميه بالنسبه ليها. جو تيان طابون ما بوتيتر، هنا استعملت بوتيتر، يعني كاين لو دوت. جو تيان طابون ما هنا لا مان ديال لا نوريس، بوتيتر إل مو ساف أونكوغ، كيما كانت كدير ليها ملي كانت صغيرة، كانت كتشد لها يدها وكتنقلها مجموعة، كتنقدها مجموعة من المواقف اللي كانت كتعرض ليهم، ممكن تطيح ممكن اكسيتيرا. دونك هنا اش كيعني هذا؟ كيعنى أن فابل إسبواغ، يعني أنها أمل ضعيف فاش أنها تنجو من الموت. هنا لو فولي الأول اللي قلنا لي تورمونت أو بيان لا تورمونت دونتيغون، لو فولي الثاني يعني الجهة الثانية، من جهة ثانية غادي نشوفوا لو تيستامون أورال، هي الوصية الشفوية والوداع الأخير اللي كدير أنتيغون أمام لا نوغيس ديالها، المربية ديالها. التيستامون هي تكون وصية، دونك امبليسيتمون ضمنيا يعني بطريقة غير مباشرة، أنتيغون لاس أن تيستامون أورال على نوغيس، خلات لها واحد الوصية شفوية لا نوغيس. بخصوص ماذا؟ سيغتان دو سامور، يعني متأكدة من الوفاة ديالها، خلات واحد الوصية بخصوص الكلبة ديالها اللي كانت عزيزة عليها سميتها دوس. قالت ليها سي لتي تخيست سي لافي لاغ داتوندغ سيل فودغي ميو لافيغ، قالت لها إل فودغي ميو لافيغ مو تيي. قالت لها راه تبقى توسخ لها، قالت لها تبقى توسخ لي سميتو الفراش، وتبقى تبيسيغ ما عندنا في سميتو في لونتيغون. إلا قريتي لو لا سين ديال لا دوزيام أباريسيون ديال لانوريس مع أنتيغون، هنا لانوريس غتقول ليها واش فوزيت فول، تبقى توسخ ليا وتبيسي يعني تبولي على الفراش اكسيتيرا. هنا قالت ليها مالغري تو سا إل فو لا سوبورتي، ولكن خلات الوصية، قالت لها سي لتي تخيست، يعني الا كانت حزينه سي لا فيلير داتوندر، الا كانت كتستنى من الباب كيما قالت لها باش تدخل، إل فودغي ميو لا فيغ تويي، عافاك من الاحسن انك تقتليها، سي سا ديرنيير فولونتي. هذه كانت الرغبه الاخيره ديال أنتيغون قبل ما تفوت. توت دو فوا ان نو سيس دو فيغ دي ديزالوزيون، هنا وفي نفس الوقت ماشي لم تكتفي باحاله على مجموعه من الايحاءات التلميحات الصفات تراجيك النهايه الماساويه ديالها. سي موا هنا كتهضر على نفسها وكتوجه الخطاب لا نوغي، سي موا بوغ اون غيزون او بوغ اون اوتر لسبب او اخر جو نو بوفي بلو لوي بارلي، يعني لما قدرش نهضر مع الكلبه ديالها الكلبه ديال أنتيغون، كو لا نوريس نو كومبخون با، هي لا نوريس كما قلنا إلي نايف، إن نو بو غيان كومبخوندر، يعني هادشي ما فهمتوش، ولكن الأخرى عارفة أشنو كينتظرها. دونك سيتي جوست لو ديالوغ إتابلي دون أونتخ لا نوريس إي أنتيغون دون سيت دوزيام أباريسيون. جو فو سويت أون بون كومبريونسيون. Bien sûr, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de me donner plus de likes, de partager cette scène avec vos collègues et vos proches. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, comme on vous dit, merci pour votre écoute et à la prochaine.